نقول انه راهو كينتنا نحن باعتزازنا ببلادنا وبوحدتنا ما بين مع بعضنا، هذيك هي قيمه ما يحقرنا حد. والوالي وصلت له الرساله من غير من وصلت ما جاناش ولا ما جاش والهجنكه، هو يعرف وصلت له الرساله وعليه كان يقوم بالواجب نتاعو. ثم حاجه اخرى باش نحافظوا على وحدتنا، اذا كان باش نمشيو نسكروا الحلقه باش نسكروه في المصب بالضبط البحر باش يولي يفيد ويجينا يرجع للبحر، باش زيد قدم وقدام باش يولي يفيد ويرجع للبحر، باش تمشي للمصدر نتاعو في قصر هلال شوف يا ما كنش تولي قصر هلال وهلالين وكل شيء. يعني ثم صعوبة راهو احنا نحبوا الناس تلموا بعضنا، معناها نحاولوا باش كيما قالت لوخ الطو لانه نحاولوا باش نقدموا بخطى خفيفة وثابتة تحسيس قضايا شوية من المجتمع المدني، هذه حقوق الجماهير هذه شوية لازم نحاولوا بالمجتمع المدني نحاولوا باش نوصلوا كان ثم بورتا بورت حتى للديار، نعملوا من جهتنا بورتا بورت للديار. ثم حاجة أخرى نحب نقولها هي أنه هي ضاعت من فكري، لكن أنا اقتراح الوالي هل باش نقترح عليه أنا اقتراح يا أخي هالواد هذايا حطوه بطريقة الله أعلم بها مش لازم نذكر تعرفها وكل كذلك مش لازم نذكرها، لكن الطريقة هذه الاتفاق أنه ما مقرر، هذا اتفاق ما بين ما مقرر يا أخي. فما شرطة وجدت حديثا الاختصاص متاعها هي المراقب البيئي الشرطة البيئية يا أخي، الوالي هذا يوفر لنا زوز عوام مش الشرطة البيئية هذه ويتحمل مسؤولية الناس هذه اللي رابطة بصفة غير شرعية اللي هي تصب في الماء معناها المصرف ولا من طرف المعامل ولا من طرف الديار ونتبعوهم مع التنسيقية زوز عوام شرطة بيئية والتنسيقية نتاع المجتمع المدني الموجود في صيادة ونتبعو شخص بشخص دار بدار ونسكرهم بتنبيه بحدود وتنفيذ. شنو هي هذه؟ هذه حاجة بسيطة تعطينا حل اللي هو وقتي فهمتي؟ وحاجة أخرى هو أنه فما إجراءات قاعدة تقام. احنا العشية اللي تحركنا بها هذايا مشان باش تزيد تدفع الحكومة والمسؤولين باش يتقدموا أكثر باش يكونوا حاسم أكثر. المحطة الجديدة اللي عاملينها في منزل الحرب مازال تحت البناء، إذا كان حصلت معناها نحاولوا باش ندفعوهم ونطلبوا فيهم باش يسعوا في تجهيزها فهمتي. على كل حال انا نرى الا انه نعملوا خطوه ثابته، خطوه الا تلم المجتمع المدني وبورتا بورت ونبداو في التخسيس، مع انه الرساله راهي وصلت للوالي راه حطها في بالكم راهي وصلت للوالي، ومعها هذايا حتى الاقتراح هذايا انا متاكد انها وصل للوالي. تو هو حاليا يعني الطريقه القديمه اللي قاعده تخدم تو رجعت قاعده تخدم، وربي يبارك فيكم وشكرا للناس كلها.